إذا كان موجود خليه هو يحكي لكم حكاية البجعة، وإذا لا فهو حد أكيد، والحكاية رح تضل بيناتنا. سوريا، البراش اللي بين إيديك هلا هو رمز حكايتنا، أو فيه يقول أسطورتنا، وبيعني إنه القلوب اللي بتحب بعضها مهما صار ولو تفرقت رح ترجع تلتقى دايما بشي مطرح. نحنا كمان رح نلتقى بيوم من الأيام، بس ما حدا منكم يستعجل كرمال هيدا الشي. كل سنة وانت سهيل من سوريا. أنا محظوظة فيك، انت هدية أمك وبيك لإلي، البنت اللي تمنيتها والكنة اللي بفتخر فيها. يا أحلى أغلى وردة بجنينتي، صدقيني كل عمر له جماله الخاص. هالشي رح تعرفي كل ما كبرتي أكتر. اوعى تخافي من عمر الأربعين، الإنسان لازم يخاف من إنه ما يعيش، مش من إنه يكبر بالعمر. أنت علمتيني هالشي، ما تنسى. بوسات مني لكل واحد منكم، بحبكم كتير. أنتو خليتوني أكون موجودة، ورح تخلوني دايما. هلا أغمروا بعضكم بقوة وشموا بعضكم عني. أنا رح ضل حواليكم، رح ضل زوركم. لما تشموا ريحة الياسمين فجأة قوية، عرفوا إنه هيدي أنا. أنا حاطة حبيش حاوني، يلا حاوني، يلا 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 يلا. خلينا نقول للست ليلى إنه رسالتها وصلت.